هذه الطريقة، يعني طريقة رمي بعض الناس بألقاب، هي طريقة أعداء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ساحر وكاهن وكذاب، ثم بعد هذا انتقل هذا الكلام والقدح رمي أهل السنة بهذا. قالوا عن أهل السنة مجسمة وشكاكة ونواصب ونوابت وغثاء، وفي هذه الأيام يقال عنهم وهابية. سبحان الله، لا أحد، لا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا أحد من علماء أئمة الدعوة النجدية يقول عن نفسه أنه وهابي. ثم أنهم أرادوا أن يقدحوا في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وإذا هم يمدحوه. الوهابية نسبة إلى الوهاب، والوهاب هو الله سبحانه وتعالى. هذه الفرق تنتسب، كل فرقة ضالة تنتسب إلى إنسان غير معصوم. وأهل السنة والجماعة أسأل الله يجعلني وإياكم منهم ينتسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فسبب العداوة هي أن المؤلف رحمه الله تعالى وهؤلاء الأئمة أرادوا أن يعلقوا الخلق بالخالق، وأبى هؤلاء إلا أن يعلقوا الخلق بالخلق. إذن سبب العداوة التوحيد.